وللمزيد من التفاصيل والمتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك معنا، ونبدأ بأهمية هذه الزيارة لمصر، زيارة الرئيس التركي وزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إبريل المقبل إلى تركيا. كيف تؤسس إلى مرحلة جديدة من العلاقات ما بين مصر وتركيا؟ يعني تحياتي لحضرتك بدايه للساده المشاهدين. يعني خلينا نقول ان الزياره النهارده للرئيس التركي لمصر يعني زياره تاريخيه، يعني يمكن من سنتين كان من الصعب توقع زياره للرئيس التركي لمصر. العلاقات كانت متوتره يعني منذ اكثر من عقد، وزياره النهارده ورفع مستوى العلاقات لوجود مجلس تعاون استراتيجي تعتبر خطوه يعني مهمه جدا. مصر وتركيا يعني قوتين تقليديتين في منطقه الشرق الاوسط، كل دوله فيهم بتتمتع بثقل سياسي وديموغرافي وحتى عسكري، بيجعل اي تقارب بينهم يعني نقطه فارقه في المعادله وفي موازين القوى في منطقه الشرق الاوسط. وبنتكلم يعني عن اكثر من ناحيه، بنتكلم عن النواحي السياسيه. يعني احنا شاهدنا النهارده في كلمه السيد الرئيس وفي كلمه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان التاكيد على التقارب المصري التركي في عدد من الملفات، منها طبعا يعني ملف القضيه الفلسطينيه واستمرار الحرب في غزه، ملف المساعدات الانسانيه والدور الكبير اللي مصر بتقوم فيه في تسهيل وصول المساعدات لاهالينا في غزه. على الناحية التانية هيبقى في تعاون ما بين الدولتين في إيجاد حل سياسي للأزمة المستمرة في ليبيا أيضا منذ أكثر من عقد. ممكن يبقى في دور إيجابي لحلحلة بعض الملفات في الشرق الأوسط، الأوضاع في سوريا، في لبنان، حتى إعادة الإعمار في ليبيا، باعتبار مصر وتركيا يعني لهم خبرات عريضة في هذا المجال. منطقة الشرق المتوسط أيضا من المحتمل أن تشهد نوع من التقارب بين الدولتين، نوع من التهدئة، خصوصا يعني انه في بوادر ايجابيه لتقريب وجهات النظر. مصر شريك يعني ووسيط موثوق لدى قبرص واليونان، وممكن تساهم في تقريب وجهات النظر بين تركيا وقبرص واليونان في هذا الاطار يعني. وبالتالي اعتقد انه زياره الرئيس التركي وزياره الرئيس المصري التي ستكون في ابريل القادم بتؤسس لمرحله جديده من العلاقات المصريه التركيه في منطقه الشرق الاوسط. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف الأستاذة نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك.